رفضت لجنة شؤون الداخلية والدفاع اقتراحا بقانون في شأن جواز منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين. وأوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن رفض اللجنة جاء بإجماع أعضائها وممثلي الحكومة، لافتا إلى أن اللجنة نظرت في 11 اقتراحا يختص بقانون الجنسية وينصب على منح الجنسية للمرأة غير الكويتية المتزوجة في حالة وفاة زوجها الكويتي دون أن يقدم لها إعلان رغبة للحصول على الجنسية. وكشف عن أن هناك مشروعا بقانون ستحيله الحكومة إلى اللجنة بهذا الخصوص بعد نحو شهر، مؤكدا أن اللجنة ستتخذ قرارا بالموافقة على مشروع القانون.